انا عضو في النادي، ورغم ان انا تعبانه لكن جاي الانتخابات وبنتخب المستشار منتدى منصور والقايمة بتاعته. ايه رايك في النهارده في الجو النهارده؟ علشان هو بيطور النادي، وبصراحة يعني انا رغم تعبانة والله لكن جاي عشان انتخب هو والقايمة بتاعته. ايه رايك النهارده في الاقبال الكبير النهارده؟ شايفة ده ايه؟ شايفة اقبال كبير جدا 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 على المستشار، على انهم ينتخبوا. تمام. وشايفة واحد بوش وواحد بضهره، هو بضهره خليك انت اقبال على الانتخابات كتير جدا جدا جدا، الناس كلها تقريبا جايه وعن طيب خاطر. ايه اللي بتتمنيه الفتره الجايه من المستشار بعد فصل؟ امنياتك ويطور النادي كمان وكمان. ربنا يقويه ويطور النادي كمان وكمان وكمان. متشكرة جدا لحضرتك يا ابني. شكرا لك. ست مستشار هنا يا فندم. مش عارفه تاخد قد ايه. بنتها استاذ ما ينفعش تاخد.